بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سرات المستقيم تنزل الأزيز الرحيم لتنزل كم ما أنذر أباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أخسارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أناكهم أغلالا فهي إلى الأسكانهم فهم مكمون وجلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فَأَكْشَيْنَهُمْ فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالهيب وبشر بمغفرات كريم إنا نحن نخي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسنه في إمام مبين واضرب لهم مثالا أصحاب القرية إذ جاهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بسوالسين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون <applause> قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلى البلاغ المبين قالوا إن تتينا بكم لئن لم تنتهوا لنجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يكون متبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما ليا لا أعبد الذي فطرني إليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إيه يوردني الرحمن بدر لا تغني أني شفاتهم شيئا ولا ينكزون. إني إذا لفي دلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعملون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا ألا قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فائزهم حامدون يا حسة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أخلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جم الذين محضرون وآيات الله لهم الأرض ميتات أي أحيينا وأخرجنا منها بن فمنه يأكلون وجلنا فيها جنة من نحيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من سمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية الله لهم الليل نسله من النهار فإذا هم مظلمون والشمس

لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر مِنَ منازل حتى عادك الارجون القديم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلاك يسمعون وايه لهم أنا حملنا زرياتهم في فلك مشون وحلكنا لهم من مثله ما يركبون وان نوركهم فلا سريح لهم ولا هم يركزون الا رحمه منا ومتاعا الى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين وما خلفكم لا إلاكم ترهمون وما تاتيهم من آيات من آيات ربي لكانوا كانوا أنها مخردين وإذا كيل لهم أنفكم من رزقكم الله قال الذين كافروا للذين آمنوا أنتم من يشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وياكلون متى هذا الغاد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا السيحة واحدة تأخذهم وهم يهسمون ولا يست فلا يستطيعون توصية وإلى أهلهم يرجون ونوفي في السور فإذا من الأداس إلا ربي ينسلون قالوا يا ويلنا من بآسنا من مرقدينا هذا مواد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحات واحدة فائزهم جم الذين مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم ما في شغل الفاكهون هم وأزواج في دلال الأرايكة متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اهد اليكم يا بني الله تعبدوا الشيطان انه لكم اد مبين واني بدوني هذا الصراط المستقيم ولقد ادال منكم جبيلة قصيرا فلا تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم تقادون اصلحوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقدم على افواههم وتكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أيونهم فاستابوا كسرى تفنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما مديم الارجيون ولا يرجعون وما نؤمره ننقصه في خلق افلا ياكلون وما علمناه الشر وما ينبغي له ان هو الا ذكر القران المبين لينزل من كان حي وهك الكول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن آمن فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رَكُوبُ ومنها ياكلون ولهم فيها منافي ومشارب أفلا يشكرون وتأخذ من دوني. من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا, فلا يأذنك قولهم إنا نعلم وما يسرون وما يؤلنون أولم ير الإنسان أن خلقنا من نفات فائزة هو خاسم مبين وَتَرَى الْبَنَانَ مَصَالًا وَنَخْسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُعِزُّ لِسَامِي وَهِيَ رَامِيُ كُلُّ وَهِيَ الَّذِي يَنْتَوِي وَلَمَّا رَأَتْ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِهِ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَهْدَارِ نَارًا فَايِذًا أَنْتُمْ مِنْهُ تُدْرُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا يخلق مثلهم بلا وهو الخلق الأليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وله ترجعون صدق الله العظيم